يكلم يتجوز مراته تطلع 30 ضعف، وما يعرفش يكمل الطب ويخلي الست عيال ويشحت بيهم عند الطب. طبعا كلكم بتتكلموا عايزين تتجوزوا تفوزوا في الطب ولا عايزين انا بس هقراها عشان انا ما عنديش المحق. انا اللي عاملها ومش عندي، دورت عليها امبارح والله بالليل لغايه الساعه 4 الفجر مش لاقيها. الكمبيوتر بتاعي عامل زي البيت بتاع الست الخيبانه اللي مش مروح وكل حته في حته، كاركترست الناس بيدخل في ميك اب كل سيرفيس ويك ومش عارف ايه. يا سلام كل ده موجود. يا الله ايه ده الحلاوة دي؟ طب انا فين الحاجات دي؟ الله يبارك فيك. ايه ده ايه ده؟ طب انا هعرف اقول الكلام ده كله؟ انا هعرف اقول الكلام ده كله؟ مش انتوا خدتوا التستس والاوفري؟ ثانك يو. جايين ليه معفنين؟ ما هو في ايه يعني؟ هو بس تضييع وقت على الفاضي. ثانك يو المحاضره ديفلوبمنت اوف ذا جونات، واخر محاضره الثانك يو. تمام؟ السلام عليكم. بص بقى النهارده ان شاء الله الجونات هتبقى الاوفري والتستس، وفي شوية حاجات صغيرين هنقولها قبل ما نبدأ الأوفري والتستس. فاكرين؟ أنا فاكر أصلا. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. After folding اليوك ساك بيخش جوه مين؟ الإمبريو، صح؟ كان في عندك ده الاكتوديرم والاندوديرم، وده هيبقى الامنيوتيك كافيتي من فوق واليوك ساك من تحت، صح؟ وهنا كان في عندك حاجه اسمها الايه؟ كونكتنج ستوك. ده هيبقى الاكتوديرم وده هيبقى الاندوديرم، واليوك ساك بتاعك هيبقى اللايننج الميسيليم بتاعه هيبقى عباره عن الاندوديرم. ماشي الكلام؟ كان في حته صغيره بتطلع extension من الاندودير من اليوك ساك عفوا تدخل جوه الكونكتنج ستوك. الله ينور عليكم. اسمها ايه؟ الالتورس. حلو الكلام؟ after folding لما يخش اليوك ساك جوه الحته اللي فيها الالتورس دي بتبقى incorporated في الحته بتاعت الهايند باتس. تمام؟ في الفورث ويك في الاسبوع الرابع من الاندوديرمال لايننج اوف ذا يوكسيك، في الفورث ويك من الاندوديرمال لايننج اوف ذا يوكسيك شويه سيلز بيحصل لهم ديفرنشيشن، وهذه السيلز بنسميها بري مورديال جيرم سيلز. هذه البريمورديال جيرم سيلز اللي هي يا اما تبقى حاجه اسمها سبرماتوجونيوم او اوجونيوم، هي دي جيرم سيلز. هتحمل يا اما الاكس واي يا اما هتحمل الاكس اكس. يبقى البريمورديال جيرم سيلز بتطلع من الاندوديرمال لايننج اوف ذا يوك ساك نير تو الانتويس، يعني في الحته بتاعت الهايند جات. يعني احنا بعد ما بيحصل الفورميشن اوف ذا جات تيوب بتيجي تاخد سيكشن في البودي، هتبص تلاقي ان ده هيبقى الدورسال ميزن، ودي هتبقى الدك تيوب بتاعتك، وده هيبقى اللايننج بتاع الابدومينال كافيتي. ايه هو اللايننج اوف الابدومينال كافيتي؟ ايه اللايننج اوف الابدومينال كافيتي؟ بريتونيوم. والبريتونيوم طالع من ايه؟
انترا امبريونيك سيلوم. انترا امبريونيك ايه؟ يعني ده انترا امبريونيك سيلوم ده ميزوديرم ولا اكت ولا اندو؟ ميزوديرم. يا شباب مش احنا عندنا الانترا امبريونيك ميزوديرم طلع في الانترا امبريونيك سيلوم اللي ادى البريتونيوم وادى الفلورا وادى البريكارديوم؟ يعني اللايننج بتاعه ميزوديرم. ماشي كلام؟ يعني انا عندي ده هيبقى عباره عن ميزوديرم وفيها هتبقى الهايت جاك وده هيبقى الدورسال ايه؟ ميزوديرم. في الحته دي بقى مين اللي نايمين هنا؟ البريمورتال جيرمسيس. ماشي كلام؟ دي مقدمه كان لازم اقول. تعالى بقى اشيلك يعني. بالنسبه للجونات، الجونات testis while ovary start to develop at the fifth week of the intrauterine life. هتطلع في الاسبوع السادس. At the level of the lumbar vertebra رقم واحد في البوستيريور ابدومينال وول. At the level of the lumbar vertebra رقم واحد. يعني انت لو عندك كده سيكشن في او سيجنال سيكشن في البودي، لو ده الميدل لاين عند لمبر واحد بيطلع فيه لونجيتيودنال ريتش. لونجيتيودنال ريتش بيطلع كده اهو على البوث سايدز اوف ذا ميدل لاين، هيبقى ما بين حاجه اسمها الدورسال ميزنتري والميزو نفريك دكت. خدتوا الكدني؟ مش خدتوا الكدني صح؟ مش كان في عندنا الكدني بتطلع وتعمل لك حاجه اسمها ميزو نفريك دكت؟ ماشي. الميزو نفريك دكت لو ده هيبقى الميدل لاين بتاعي الدورسال ميزنتري بتعلق، وده هتبقى الدكت يو، دي الميزو نفريك دكت. وده البريتونيال كابيتي بتاعي، دي الميزونيفريك دكت، ودي البريتونيال كابيتي بتاعي. ميديات ذا ميزونيفريك دكت بتوين ذا ميزونيفريك اند ذا دورسال ميزن، في الحته دي يطلع لونجيتيودنال ريتش كده. نسميه جونادال ريتش. طلع امتى؟ خلاص. طلع امتى؟ في الاسبوع الخامس. يعني قبل الاسبوع الخامس مفيش جونات صح؟ يعني لما واحد منكم يطلع دكتور نسا، واحده تجيله برايمي ويقول لها مبروك انت حامل في شهر وهتجيبي ولد، يبقى ده يتقال عليه ايه؟ نصاب وكذاب وابن تين. خلاص؟ ده انا لسه مفيش جوناتس طلعت، ده الجونات هتطلع فين؟ هتطلع في الاسبوع الخامس لسه. بتطلع ازاي الجوناتس دي؟ بتطلع فروم بروليفريشن اوف ذا ايبيثيليوم اوف ذا سيلوميك كافيتي ويز كوندنسيشن اوف ذا اندرلاينج ميزوديرم. انا عندي ده ميزوديرم، ده السيلوميك كافيتي بتاعي، الإبيثيليوم بتاعي هنا هيحصل فيه بروليفريشن، وهيحصل كوندنسيشن للميزودير أندرلاين. يعني أنا لو خدت سيكشن صغير بقى شوية كده الميزوديرم بتاعي ده هيتخن، او الابيثيليوم هيتخن، والميزوديرم بتاعي ده هيحصل فيه ايه؟ كونفرسيشن. لغايه هذا الاسبوع الخامس بتحصل حاجه اسمها انديفرنت ستيج اوف ذا جونات. لا اعلم ما هو الريتش اللي طالع ده، هل هي هتبقى تيستس ولا هي هتبقى ايه؟ اوفر. خلاص؟ لغايه امتى؟ الخامس.
البريموردير جيرم سيلز دي هتعمل ايه؟ هتقوم ماشيه بحركه اميبيه، اميبويد موفمنت، تمشي كده اهو تتمخطر من الدورسال ميزوديرم، من الدورسال ميزنتري، وتقوم واصلالك لمين؟ للجونادا ريتش. تصل للجونادا ريتش ده رجاله في الست ويكس. تصل للجونادا ريتش في مين؟ في الست ويكس. ان لم تصل للجونادا ريتش وهي ماشيه في السكه حصل لها حادثه، خلاص؟ جات لها سكته قلبيه، جات لها اي حاجه عطلت وصول هذه البريمورديال جيرم سيلز الى الجونادا ريتش، الجونادا مش هتطلع. مفيش جونادا خالص. ليه؟ لان هذه البريمورديال جيرم سيلز هتيجي هنا اهو، اميبويد موفمنت، تمشي وتوصل للجونادا ريتش بتاعها، ويحصل induction of the formation of the testis or ovary. يعني لها inductive influence على ايه؟ على الجونادا ريتش. خدنا الinductive influence دي في كذا حته، ها؟ طب ايه اللي هيحصل؟ ماذا سوف يحدد ان دي تتحول لتستس او ovary؟ هذا الملعون الواي كروموسوم. الواي كروموسوم اللي هو كده بيحمل على الشورت لينك بتاعه جين اسمه اس ار واي جين، اللي هي 6 determining region on the Y. جين اسمه SRY. 6 determining region on the Y بتبقى على الشورت ليم. هذا الجين بيفرز بروتين، البروتين اسمه تستس determining factor. اسمه ايه؟ testis determining factor. اذا كان هناك واي هناك testis هيطلع لنا ولد، ان لم يكن هناك واي لن يكون هناك testis، و spontaneously without any other influences ولا effect تتحول الى ovary. الواي كروموزوم، هذا الكروموزوم اللي مجنن الرجالة والصبيان، يحمل على الشورت لينب بتاعه جين اسمه SRD. SRD معناها Sex Region on the Y. SRY. هذا الجين بيفرز بروتين، هذا البروتين اسمه Sex Determining Factor. إذا كان في عندك واي هذا السكس ديترمايننج فاكتور هيخش يلعب هنا بقى. هيلعب هنا. هيعمل إيه؟ يا سيرفس إبيثيليوم لو سمحتي بسرعة بروليفريت وتعمل لك حاجة اسمها بريميتيف سكس كورت. بريميتيف برايمري، عفوا اسمها ايه؟ برايمري سكس بورد. هذا يحدث في الاسبوع السابع، ولا يوجد برايمري سكس بورد في الجونات بفور الاسبوع السابع، لان بريمورديال جيرم سيل هتسمع ان في جونات الريتش طلع في الاسبوع الخامس. جونات الريتش طلعت فين؟ الاسبوع الخامس. البريمورديال جيرم سيل خدت خبر، شدت الرحال، خدت بعضها في الدورسال ميزنتري، توصل عند الاسبوع السادس للجونادا ريتش،
تقوم داخلة في الجونادال ريتش في الأسبوع السابع، تبدأ تعمل ستيميوليشن البرايمري سكس كورد تشتغل في تبدأ فين؟ في الأسبوع السابع. أسابيع أسابيع أسابيع. 5 6 7 5 يطلع الريتش، 6 توصل للبريمورديال جيرم سيل، 7 يطلع لك البرايمري سكس كورد. وماذا بعد يا دكتور؟ هذه البرايمري سكس كورد هيكون بروليفريت وداخله لجوه شويه، هتدخل لجوه شويه هنا ده السيلف سي بي سي، خلي بالك خلاص، هتقوم داخله وتعمل لي حاجه اسمها ميدلري كورس، تعمل حاجه اسمها ميدلري كورس، يعني شويه كده اهو. الراجل اللي بيصور التصوير باين ولا اطلع فوق؟ لا 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 واضح واضح. طيب البرايمري سيكس كورتس دي هتدخل لجوه كده المظله وتبقى سيباريتد فروم ذا سيرفيس اي بي سي، ماشي الكلام؟ الميديال اند بتاعتها خلاص، الميديال اند بتاعتها هتتكسر وتتشابك مع بعض، هتتكسر وتتشابك مع ايه؟ مع بعض، ودي هتدناها زي ما هي كورتس كده مقفوله. الابيسيليوم اللي فوق ده الابيسيليوم اللي كفرنج يبدا يفرز كوندنسيشن اوف ماتيريال او كوندنس الماتيريال نسميها تونيكا البيوجينيا، اسمها تونيكا ايه؟ البيوجينيا. مش حد تحسس فيها تونيكا ماشي؟ والميديال اند دي لما هتتكسر هتعمل لك حاجه اسمها الريد تيستس، تعمل الريد ايه؟ والريد تيستس بتاعتي دي هتكون كوميونيكيتد مع البازا افرنشيا، والبازا افرنشيا هتروح على الباراميزو على الميزونفريك دكت اللي هي هتتعمل الباز ديفرنس، ودي بقى ايه؟ تيستس. والفورميشن اوف ذا تونيكا البيوجينيا از انديكيشن فور ذا فورميشن اوف ذا تيستس. والسكس كورتس دي لما تبقى سيباريتد فروم ذا سيرفيس ايبيثيليوم ويدخل بينهم فايبرس تيشو تونيكا البيوجينيا، الناس اللي هايلي سبيشاليزد قوي في السونار والاكس راي لو عرف يخش وشاف تونيكا البيوجينيا وشاف السكس ريتشز دي او سكس كورتس سيباريتد فروم ذا سيرفيس ايبيثيليوم، هو ده الوحيد اللي يبصم ان ده مين. ودي تيستس. التستس هنا بقى السكس بورتس دي حتى انها مقفوله وصلت لغايه البيوبرتي، افتر بيوبرتي هيحصل لها ريكاناليزيشن وتكون لك مين؟ عمليه سهله ولا صعبه؟ منتهى السهوله. سهله ولا صعبه؟ لا الواد اللي حاطط كاب على راسه ازرق، سهلة ولا صعبة؟ ها؟ ايه هي اللي سهلة اصلا؟ ايه هي اللي سهلة؟ ايش؟ سهلة؟ باذن الله. ربنا معاك. عند الاسبوع الخامس يظهر حاجة اسمها جونادا ريتش على الميكال سايد اوف ذا ميزو نيفوس، بين الميزو نيفرس وما بين الدرسة الميزل، هذا الجونادا ريتش يظهر نتيجة proliferation of the epithelium of the abdominal cavity أو peritoneal cavity with the condensation of the underlying mesoderm. ده بيحصل في الأسبوع الخامس. حاجة اسمها primordial germ cells التي تظهر very early في الأسبوع الرابع في الأمنيوتيك كافيتي في اليوكسيف near to the allantois، هتمشي بأميبويد موفمنت عن طريق الدورسال ميزنتري وتوصل للجونادا ريتش في الأسبوع السادس. بعد كده هتعمل اندكتيف انفلونس لهذا السيرفيس ايبيثيليوم إن يعمل برايمري سكس كورز، البرايمري سكس كورز هتكبر وتدخل لجوه السنترال بارت بتاعة هذا الريتش وتعمل حاجة اسمها الميدلري كورز، وهيبقى سيبريتد فروم ذا سيرفيس ايبيثيليوم باي كوندنسيشن اوف فايبرس تيشو نسميها تونيكا البيوجينيا. الميديال اند بتاعي ده هيبقى ديجنريتد ريتد. انا قلت ايه؟ هيتقطع شويه بريك داون، انا عايز اجيب كلمه بيتقطع دي، بريك داون انتو
small tubule branching وريبرانشنج يعمل الريد تيست. هذه السكس كوردز او بنسميها دلوقتي المدلري كوردز. مدلري ايه؟ مفيش حاجه اسمها كورتيكال كوردز ها في المدله جوه عشان في تونيك الفيجينيا من بره وسيبريتد فروم سيرفيس ايبيثيليوم. هتعمل الريد تيست اللي بعد كده هتكونكت مع البازا الفرنش. الميديال اند بتاعتها يسوي ريتس واللاترال بارت بتاعها يعمل لك السيمينيفرس تيبيو. جنت السيمينيفرس تيبيول بتطلع منها وتعمل لك الريتس وتخش على البازا افريتشيا. ده في الاناتومي بتاعت مين؟ التستس. طب التستس هنا بقى متكونه لو خدت كده سيمينيفرس تيبيول هتتكون من كام نوع من انواع الخلايا؟ ثلاثة. نمرة واحد اللي احنا قلنا عليهم دي اللي احنا عارفينها اللي هي دي البريمورديال جيرم سيلز اللي هي سبرماتوجوني. صح الكلام؟ بعد كده السراوندنج ميزوديرم دوت اللي احنا اصلا دخلنا وعملنا فيه الكورد ده هيعمل لك حاجة اسمها الانترستيشال سيلز اوف لايجوسوم. صح؟ انترستيشال سيلز اوف لايجوسوم. هذه الانترستيشن سيلز اوف لايجوسوم تبدا تفرز التستوستيرون في الاسبوع الثامن. تفرز ايه؟ التستوستيرون في الاسبوع التستوستيرون يطلع ويقوم رايح على السكس اورجانز يعمل انهانسمنت وديفلوبمنت للسكس اورجانز والاكسترنال جينيتاليا. لما يطلع التستوستيرون ويروح على الاكسترنال جينيتاليا هيحولها الميل وحاجه اسمها الليبيو سكروتال فولت هتفيوز وتعمل لك سكروتا وحاجه اسمها الفلس هيكبر ويعمل لك البينز. خلاص الكلام ده امتى بقى يبقى كومبليتلي استابليشد وكومبليت ديستينجوشينج بتوين ذا ميل اند ذا فيميل اكسترنال جينيتاليا نوت بيفور ذا ثيرد مانس. وبعض الناس بتقول لك الفورث مانس يعني مش قبل 12 اسبوع 16 اسبوع تستطيع ان تبصم وتبصم بال 500 بال 10 في ايدك ورجليك ان ده ميل وفي ميل. من يقول قبل الاسبوع الثاني الشهر الثالث ان هذا ميل وهذا في ميل؟ هذا كذاب ومنافق وفاجر وعاصي والى جهنم وبئس المصير. بالشهر. لا الدجال ده اللي بينصب ما بيفهم ده نصاب. ها؟ معاك مناديل؟ ايوه. انت مش عارف مناديل يعني ايه اصلا؟ بجد عشان انت بتلف في كمك كده. صح؟ هو لابس بكم عشان كده. احتفال يا غاز احتف يا ولد احتف. انا عايزك احتف احتف. حد فاهم حاجة؟ ماشي الحاجة؟ ماشي. التستس دي بقى والاكسترنال جينيتاليا خلاص استبلشت عند الاسبوع كام؟ 12. قبل كده محدش يقدر يفتح بقه ويقول لك ان ده ولد ولا بنت. عارفين لان الاكسترنال جينيتاليا برضه بتمر في حاله اسمها الانديفرنس ستيج والفيميل اكسترنال جينيتاليا بتبقى مور امبيجيوس ولارجر انسايد ذان ذا ميل اكسترنال جينيتاليا. هل لك ان تتخيل ان الليبيوس كروتال فولد في الفيميل بيبقى كبير جدا وتتخيل ان سكروتوم وهي الليبيا ميجورا والكليتورس في الفيميل بيبقى اطول من الفالس في الميل. لو اعتمدت على السايز هتلاقي السايز بتاع الكليتورس 3 4 اضعاف من السايز في البينس. فانت بقى واحد بدنجان خالص في الطراوه يعني ماشي شفت بتاع طويل قد كده تقول لك ده بتاع هو ما شاء الله يعني ده الواد هيطلع بكر. خلاص الواد اللي هيطلع بكر ده امه وابوه مستنيينه وهيحمل اسم العيله بقى والكلام ده بعد شويه يطلع بنت. اللهم اخزيك يا لساني. هيعملوا ايه في الدكتور؟
الله هيمسكوه. يا اما يتهم المستشفى بالايه؟ بالتبديل. قايل لنا واد جايب لنا بنت، احنا بنوجد البنات، هذا عار علينا، نحن نريد من يحمل راية العائلة. صح؟ ولما تطلع لهم بيت تجيب لهم العار هيعملوا فيها ايه؟ هيموتوها. بس قبل ما يموتوها هيموتوا الدكتور. فانت خليك راجل جدع وضامس، مالكش دعوه، قول لهم مش عارف. خلاص؟ وبعدين خليها مفاجأة. ها؟ خليها مفاجأة. تعرف ليه؟ اقول لك محطة للأسامي نختار لها جنسية، ربنا مسميها قبل ما جنسية. خلي اخترعوا. فين الريموت؟ شفت بقى سانت يوجا في الاخر ازاي؟ يعني انا برضه فيه حلوه وسانت يوجا. بص يا رجاله، بس يلا انت هو يلا يا رب اللي يتكلم يتجوز ومراته تضربه بالجزمه. ده الدورسال ميزن، ده الجونادا ريج على الميديال سايد اوف ذا ميزونيفري. ماشي؟ خلوه اللي ما فهمش يفهم واحنا بنراجع كده. ده هيبقى عباره عن الايبيثيليوم وده الاندرلاينج ايه؟ ميزوديرم. لو ده الميزونيفروس على الميديال سايد بتاعه هيطلع جونادا ريج، وادي الميزنتري وادي الدورسال ميزنتري، يعني قريب منه. بعد كده هيحصل في عندك ده اليوكسات، ودي حته الالانتويز. البريمورديال جيرم سيلز بتاعتك دي هتطلع جنب مين؟ جنب الالانتويز اللي هي الحته اللي هتبقى انكوربوريتد في الهايند جات. ادي الجونادا ريج، وادي هيبقى الدورسال ميزنتري. البريمورديال جيرم سيلز هتمشي في اميبويد موفمنت الى تصل في الجونادا ريج في الاسبوع الكام؟ السادس. حلو الكلام؟ ادي شايف هنا بقى، ادي البريمورديال جيرم سيلز اللي هي يا اما تبقى سبرماتوجونيا يا اما هوموجونيا، يعني فيها اكس اكس يا اما اكس واي. في الاول خالص في الاسبوع الرابع لما تيجي من الانترست. ايوه، من اول هنا يعني، وهي هنا في الاندوديرم في الاسبوع الرابع، هي يعني فيها اكس اكس يا اما فيها اكس واي. لا فيها اكس يا 1 ليش تكون نعمل فهمت الميل ايه؟ طب امال ايه اللي هيخلي فيها اكس اكس؟ انا قصدي تشوزنج ذا 6 ده لسه يا حبيبي. بعد كده بقول لك سينس اولزو ذا 6 اوف ذا امبريو از ديترمايند سينس ذا فيرتلايزيشن، ولكن هنا ال 6 ديترمينيشن لا يحدث قبل الاسبوع السابع. هو ديترمايند من ساعه الفيرتلايزيشن خلاص، وطلع وفيرتلايزد وطلع عندي يا اما اكس واي يا اما اكس اكس. فهمت قصدي؟ يعني هنا انا عندي بريمورديال جيرم سيلز خلاص؟ هي بقى فيها الواي يا اما هي فيها الاكس، ولكن هي متحدده من الاول. يعني هنا انا ما عنديش الاثنين. يعني ما عنديش واحده فيها كذا وواحده فيها كذا، لا انا عندي يا كذا يا كذا، لان هي جايه لي من الاول. يعني لان الامبريو يمكن انا معلش هنا غلطت غلطه مثلا صغيره، هي اكس اكس يا اما اكس واي، مش اكس اكس والاكس واي. يعني البريمورديال جيرم سيلز هنا هتبقى محتوي على نوع واحد، يا اما اكس اكس يا اما اكس واي، لان ده ديترمايند من الاول من ساعه الايه؟ الفيرتلايزيشن. يا اما اكس يا اما واي. خلاص؟ إذا كان فيها واي يبقى ده هتطلع تيسس، إذا كان فيها ما فيهاش واي يبقى هتطلع اوفري. وصلت يا شباب؟ يعني إنما مش هنا مش هنقي، ها؟ هي متنقية من الأول. من إمتى؟ من ساعة الفيرتلايزيشن. متنقية من ساعة الإيه؟ الفيرتلايزيشن، صح يا أحمد؟ أحمد؟ صح؟ والله بتقول له إيه يا معفن؟ بتقول له إيه؟ والله مش حازم هيفضح والله. اللي انا بشتمه ده اعمل له اسم كده انترناشونال ولا يهمك يوتيوب، وطلع لي بقى ايه مليون فيور في 1 اور.
بص يا رجال وانس بقى ان هنا وصلت البري مورديال جيرمن سيلز اذا كانت بتحمل الواي قلنا هيبقى عليها اس ار واي اللي بيفرز الديسنت ديتيرمايننج فاكتور وهتقوم مخليه لك هذه البرايمري سيلز كورس بتاعتك خلاص ديتاتش من مين؟ من السيلف سيبيسيليا ويحصل فورميشن اوف ذا تونيك البيجينيا اللي هي انديكيشن للفورميشن اوف ذا ديس. بعد كده هتدخل لجوه شويه وتعمل لك الميدالا ريبورتس وتتقطع الميديال سايد بتاعتها الى ريتسس اللي هتبقى كونكتد مع الفاصه الفرنشيا والتونيك البيجينيا الفايبروس تيشو دي هتفصل هذه الميدالا ريبورتس اللي هي بعد كده هتبقى سيمينيفروس تيبول من السيلف سيبيسيليا and it is the good indication of diagnostic tool for the formation of the discs. هنا طبعا دي حاجة تانية اهي موضوع جميلة والله او الصورة دي معرفش المحاضرة دي فين ما موصلنيش ولا ايه فاهمة ولا انا مش من منهم. هنا الديسس هتتكون من مين يا شباب؟ هتتكون من البريمورديال جيرمن سيلز اللي هي هتبقى سبرمانتوجونيوم زائد هيبقى الانترستيشيال سيلز اوف لايدج اند سستنتاكولم سيلز او السيرتولي سيلز. اللايدج سيلز هتفرز تستوستيرون واللايدج سيلز هتفرز ايه؟ اللايدج سيلز هتفرز تستوستيرون في الاسبوع التامي بتعمل اكسترنال جينيتاليا انما السيل الثانيه اللي اسمها سيرتولي هتفرز ايه؟ خلاص الام اي اف اللي هي الموليريان انهبيتنج فاكتور. موليريان انهبيتنج ايه فاكتور؟ هذا الموليريان انهبيتنج فاكتور هيروح على البارا ميزونيفريك ده بدل ما تطلع فالوبيان تيوب ويترس وفاجينا هيعمل لها ايه ديبريشن. فاهمين؟ يبقى كده الواد اتحول راجل ايه 100 100. السيرتولي اللي هي اللي بتعمل موليريان انهبيتنج واللايتش بتعمل الايه؟ التستوستيرون. بص يا رجاله طبعا دي بقى مش محتاجه رسمه عشان نلحق نقول الاوفر ايه. التست دي هتتكون في البوستيريور ابدومينال وول عند الليفل اوف ذا لامبر فيرتبرا رقم 1. البروتينيال كافيتي بتاعي طبعا ده الانتيريور ابدومينال وول بيحصل فيه باوتش كده. هذا الباوتش بيعمل لك الايه؟ السكروتم. هنا البروتينيال كافيتي بتطلع منه حته بروسيس كده بنسميها بروسيسز فاجينالز. هذه بروسيسز فاجينالز هتسن انسايد ذا ديفلوبينج انتيريور ابدومينال وول تو كرييت انجوينال كانال. يعني هتنزل بين الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك عشان تعمل لك مين؟ الانجوينال كانال. حته بروتينيال فولت بينزل عشان تخلي مين؟ التستس تنزل وراه. طب التستس هتنزل وراها ازاي يا دكتور؟ بص بقى هذا الجنادى الريتش ده كده متعلق من ورا بميزنتري هو والميزونيفروس متعلقين في البوستير ابدومينال وول. اشمعنى التستس متعلقه؟ لما ده رفض هيتعلق خلاص؟ لما يتعلق في البوستير ابدومينال وول بميزنتري هذا الميزنتري بيسمى الميزنتري اوف ذا يوروجينيتال او يوروجينيتال ميزن. يوروجينيتال ايه؟ ميزن. لما التستس بتاعتك تتكون الديستال بارت بتاع هذا الميزنتري ديجينيريت خلاص؟ والكودال بارت بتاعه هيبقى فايبرس تيشو ويتحول لحاجه اسمها جوبرناكيولم تيستس. اسمه جوبرناكيولم تيستس. فايبرس باند كبيره كده اللي هي كودال بارت اوف ذا دورسال ميزنتري اوف ذا يوروجينيتال ريدج اسمه جوبرناكيولم تيستس. هذا الجوبرناكيولم تيستس هيبقى متعلق في التيستس من ده وينزل ويمسك في السكروتم من بره. تخيل زي دي كده جوبرناكيولم ده يمسك في التيستس من لور بول ويمشي ويعدي من الديب انجوينال رينج ويعدي من السوبرفيشال انجوينال رينج ويوصل لمين؟ للسكروتم. تمام؟ التيستس مشبوكه من ديلها او من لور بول بدباره كده ها بحبل فايبروموسكولار باند اسمه الجوبرناكيولم تيستس. التيستس بقى حضرتك لما تبقى موجوده في البوستيريور ابدومينال وول والجوبرناكيولم تيستس بتاعك ماسك في السكروتم هيقوم ساحب عليها وشاددها ورا البروسيسز ايه؟ الى ان تصل الى السكروتم.
بيحصل في حاجه اسمها ديسنت اوف ذا تيست. ديسنت اوف ذا تيست ده حتتين، يا اما انت بيبقى بنقسمه انترنال ديسنس واكسترنال ايه ديسنت. التيست هنا هتوصل دي الانجوينال كلام بتاعتك، دي الديب انجوينال رينج وده السوبرفيشال انجوينال رينج وده السكروتو. حلو الكلام؟ التيست بتاعتي هتبقى توصل لغايه الديب انجوينال رينج دي في الاسبوع ال 12. في الاسبوع الكام؟ ال 12، يعني الشهر الكام؟ التالت. تمشي من 12 لغايه 28 اسبوع لغايه ما توصل للسوبرفيشال انجوينال رينج، يعني الاسبوع الكام؟ السابع. خلاص؟ الثامن عفوا. الشهر الثامن، الاسبوع ال 28. تنزل وتوصل في السكروتم 4 في 7 28، ما تلخبطونيش. انتوا كنتوا ادبي؟ تنزل في السكروتم في الشهر الثامن او في الاسبوع بالظبط 33. حد فاهم حاجه؟ يبقى هي تنزل وتوصل للانجوانال ريجن في الاسبوع ال 12، تاخد شوف الانجوانال الكلام دي ماشي بالراحه 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 لغايه ما توصل السوبرفيشال انجوانال رينج في 28، توصل 33 فين؟ في السكروتا. طب وهي نازله كده مش ممكن تقف؟ ايوه صح؟ يعني ممكن تتعلق هنا، ممكن تتعلق هنا، ممكن تتعلق هنا. التستس توصل للسكروتا في الاسبوع 33 and may complete its descent 3 months postnatal. 3 months يعني العيل يتولد من غير تستس في السكروتم، يا دوب لسه مولود تقوم انت مستهبل وضحك على العيان. مين اللي ورايا؟ مين الدكتور اللي جاي؟ مين؟ تيمور. مين؟ ما في تيمور. ايش؟ البجر بتاع النساء؟ البجر الكبير ولا الصغير؟ الصغير؟ طيب ماشي اوكي، انا مش عايز بطل اعمل احتكاك مع اي حد. المهم ان التستس دي ممكن تكمل الديسند بتاعها ايه؟ بوست نيتالي. ها؟ 3% بس. خلاص؟ يعني كل الناس نازله فاضيه وهكمل بعد 3%. لا غازي. ربنا يسامحك. ده الديسند اوف ذا ايه؟ اوف ذا تستس. شايف اهو؟ ادي التستس وادي الكوبرناكيولم وبعد كده هينزل الكلام من ده ماشي، والبروسيس الفاجينالس هتتقفل وتعمل لك التونيكا فاجينالس اللي التستس هتخش فيها من ايه؟ من ورا، وتعمل لك البسرا لير والبرايتا لير. عارفين الكلام ده كله صح؟ الاندسند تستس ممكن تبقى في الابدومين، تبقى في الانجواينال كلام، ممكن تبقى في ال ايه؟ بري سكروتال بري بيوبيك، يعني لسه ما كملتش لتحت خالص. في حاجة تانية بقى اسمها مال ديسندت الاندسندت تيستس، دي اسمها كريبتوركيديزم، اسمها كريبتوركيديزم الكونجنتال انوماليز مال ديسندت تيستس في الاندسندت تيستس كريبتوركيديزم او اندسندت تيستس. ماشي؟ هنا طبعا الاندسندت تيستس زي ما بقول لكم ممكن التيستس تكمل الديسندت بتاعتها 3 مانثس افتر بوستنيت. ماشي؟ انما لو 3 مانس تبص نيتال بقى وما لقيتش في تيستس يبقى لازم تعمل سونار. خلاص؟ ولازم تدور عليها فين؟ كنا زمان في الاولد فاشن والاولد سكولز بتاعت السيرجري نتاخر في العمليه الى 8 سنوات. ما يعملهاش قبل 8 سنين 9 سنين قبل ما يحصل له بيوبرتي. ماشي الكلام؟ وكنا ننزلها ونشبكها في السكروتم حته خيط واحد بس كده برزتين نشبكها في السكروتم. حاجة اسمها اوركيدو بيكسي، بيكسي يعني في الايه فيكسيشن، نعمل عملية اسمها اوركيدو بيكسي عشان ما نخليهاش في الابدومينال كافيتي أول ما يحصل سبرماتوجينيسيس، لأن طبعًا هنا مش هيحصل سبرماتوجينيسيس عشان الابدومينال تمبريتشر أعلى من بره. ولازم ننزلها عشان هي لو خليتها فوق هتبقى لايبل تو تشينج انتو كانسر. ها؟
هتبقى كانسر سيلز، هيحصل لها كارسينوما، كارسينوما اوف ذا تيسس لو هي بقت ايه جو. ولو بايلاترال هتعمل انفرتيليتي. التستوستيرون بيطلع عادي، التستوستيرون بيطلع عادي، يعني السكندري ميل كاركترز موجوده. يعني لو واحد عنده اندر سند تيسس بيبقى راجل زي الفل وليه شنب وليه دقن وصوته عالي وجاموسه كده عادي، ما فيش مشكله، ولكن ما فيش سبرمات وايه جينيس، فلازم تعمله دلوقتي. ريكومندد ان هي ذيس اوبريشن بيرفورم ديورنج ذا فيرست 2 ييرز. كنا زمان بقول لك متاخر، دلوقتي بعد سنتين لازم تعمل التيسس وتنزله. من ديسند التيسس ممكن التيسس ما تنزلش في النورمال بتاعها ولكن تركن في حته ثانيه. الجوبر نايف ولما بيتقالوا روتس ثانيه بيدايركت التيسس في اماكن اخرى بدل ما ينزلها هنا، يقوم ساحبها لاترال يدخلها لك على الانجواينال الفيمورال تراينجل. خلاص يوديها الفيمورال ايه؟ تراينجل. يسحبها خالص لما يوديها للبرينيوم. And you must be sure ان دي other structures than testes. اذا في swelling هنا افحص السكروتم الاول، لقيت عندك اتنين تستس يبقى دي ليمف نود، يبقى swelling اي حاجه. انما تشوف بتاع swelling هنا من غير ما تشوف البضاعه اللي تحت دي كامله ولا مش كامله، وتقوم هوب افتح ده ليمف نود وهنشيلها، تفتح هوب ليمف نود وتشيلها وترميها في الحطه وتحط العمليات وتيجي تكشف ما تلاقيش في تستس في السكروتم، وعيدك انت واهلك سودا ضيعت الراجل. دي نقط صغيره من الكلينيكال ابلكيشنز. خلاص نقط صغيره من الكلينيكال ايه ابلكيشن، يعني سويلنج هنا يبقى انت لازم حضرتك تعرف ان دي مش تيستس. افحص الواد من ضفر رجله لشعر راسه، ما تتكسفش، عامل كقاف البامبرز ايه المشكله؟ ايه ليه ماما يعني مش كقاف؟ ما عملتش كقاف قبل كده؟ ايه المشكله؟ لو هم مش نظيفه جايبه لك بالبامبرز. انما ما تضيعش نفسك. حد فاهم حاجه؟ كونجنيتال انجوينال هيرنيا طبعا دي مش شغلتي بقى، خدتوها قبل كده مع الدكتور مصطفى والهيدروسيل، صح؟ الكلام من ده كله. الاوفري بقى سلوور ذان ذا تيستس، سلوور شويه يعني خف شويه. بيحصل ايه؟ مفيش عندك واي كروموسوم، يعني مفيش عندك تيستس بترماني، هتكون على طول مقلوبه لمين؟ هتتقلب لاوفري ازاي؟ البرايمري سكس كوردز دي، برايمري سكس كوردز دي هتمشي وتخش جوه للمضلة، هتخش لمين؟ وبعد ما تخش للمضلة هتتكسر الى كونكتيف تيشو، تعمل فاسكولار كونكتيف تيشو. خلاص نعمل اسمها مضلر استروما، مضلر ايه؟ الله. طب فين السكس كوردز يا دكتور؟ هنا بقى بتختلف الاوفر يعني التستس ان في سكند جينيريشن اوف ذا ايبيثيليال بروليفريشن. فاكرين الفيتال كورتكس بتاعت الادرينال بيحصل فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن الفيتال كورتكس والاي بيرمننت كورتكس، هنا دي البرايمري كورتكس دي هتدخل وتتكسر وتعمل لي ديجنريتنج ميدالري كورت، يحصل سكند سكند ويف بروليفريشن وتعمل سكندري كورتس. هذه السكندري كورتس حتى انها ماسكه في السيرفيس بي سي مش هتتاتش. يعني ايه مش هتتاتش؟ يعني مش هتكون تونيكال فيجن، مش هتكون ايه؟ تونيكال فيجن، صح الكلام؟ بس بعد كده بتتكسر وتعمل لك سيلز، والسيلز دي تبقى سراوندد باي ميزوديرمال سيلز وتعمل لك البرايمري فولي. فهي دي هتتكسر لاوغونيا، خلاص؟ اوغونيا، ودي تتكسر تعمل لك الفوليكولار سيلز وتعمل لك البرايمري ايه؟ فوليكل او البرايمري اوسايد، ما فيش تونيكال البيوجينيا، ولكن في سيرفس اي بي سي فقط لا غير. والبنت بتتولد ب 2 3 مليون 2 3 مليون برايمري فوليكلز. هنا طبعا بيحصل فيه ديسنس للاوفري برضه زي الديسنس بتاع الديسنس، بس انترنال ديسنس بس مش اكسترنال ديسنس. بتوصل للبريم اوف ذا فورس بيلبس عند الشهر الثالث، بتوصل لي ابرو بيلبس شورتلي افتر بيرث، شورتلي افتر بيرث. هنا
هنا برضو الأوفري ليه جوبرناكولوم اسمه الجوبرناكولوم أوفرياي. هنا الجوبرناكولوم أوفرياي أو الدورسال ميزنكري بتاعي الجونات الأوفر بارت هتنمو موجود يا رجالة في الفيميل الأوفر بارت هيتنمو موجود يعمل لك السسبنس في الليجمنت اوف ذا أوفري. الميدل بارت هيعمل لك الميزوفيريوم. اللور بارت هيعمل لك الجوبرناكولوم أوفرياي. هذا الجوبرناكولوم أوفرياي في اليوترس هيطلع كده ويقوم مقسوم نصين حتة من الأوفري لليوترس هتسميه ليجامنت اوف ذا أوفري وحتة من اليوترس لغاية الليبيا ماجورا هتسميه راوند ليجامنت اوف ذا يوترس. هتفهم حاجة؟ تاني مش أنا عندك دورسال ميزنتري الأبر بارت هيعمل لك سسبنسر ليجامنت اوف ذا أوفري احنا هنا في الفيميل ها؟ سسبنسر ليجامنت اوف ذا أوفري. الميدل بارت هيعمل لك ميزوفيريوم. اللور بارت جوبرناكولوم اوفرياي اللي هيوصل للليبيا ماجورا. خلاص؟ اليوترس هيطلع ويقسمه نصين من الاوفري لليوترس الليجامنت اوف ذا اوفري بروبر. من اليوترس لليبيا ماجورا هنسميه اراوند الليجامنت اوف ذا يوترس. ماشي الكلام؟ ممكن يحصل مالت السنس للاوفري وممكن يوصل لغايه الليبيا ماجورا بس دي ايه؟ رير كيسز. في بروسيسس فاجينالس في الفيميل ولا ما فيش؟ في بروسيسس فاجينالس في الفيميل برضه هي عشان الاوفري يوصل لغايه بس البلفس ولازم تبقى ديجنريت وسام تايمز ما بتبقاش ديجنريت خلاص وتعمل لك حاجه اسمها كانال اوف ناك. واحد اسمه ناك كده اكتشف البروسيسس فاجينالس بتبقى بيرمننت في الفيميل اسمها كانال اوف ناك. ماشي كلام؟ نعم؟ يبقى الهايبوبليزيا في الاوفري ممكن تحصل زي في الترنر سندروم abnormal descent of the ovary down to the labia majora congenital inguinal hernia due to the persistence of canal of nuck. مين الكنال of nuck دي؟ processes vaginalis due to persistence of processes vaginalis والprocesses vaginalis اسمها canal of nuck. كانال اوف ناك از ريزيستنت تو بروسيس فاجينالس. هي المحاضره دي ما اتفقناش ليه بي 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 ثانك يو. في حاجه الهيدروسيل كونجنتال هيدروسيل في حاجه اسمها كونجنتال هيدروسيل والكونجنتال بوليسيستيك تيست بوليسيستيك تيست الريد تيست دي ما شاركتش مع البازا الفرنشي تعمل بوليسيستيك تيست زي بوليسيستيك كيدني وبعد كده بيبقى في عندي كمان الهيدروسيل والكونجنتال هيدروسيل. دي زي ما قلت للناس اللي حضرت معايا العملي ما تعملش العمليه قبل سنتين برضه ها يعني الهيدروسيل دي كونجنتال هيدروسيل دي مي بي ريزولفد سبونتينيوسلي ومن غير ما تحتاج عمليه. دكتور في ناس يجوا باربع تيست اربع تيست يعني سيل الابلكيشن لا الكدني بس انما ما سمعتهاش على الهايبر نوماري اوف ذا